السلام عليكم تعالى وبركاته في فيديو جديد عن كيفية تشغيل الطائرة الـ 787-800 من وضعية الكولد أند دارك. طيب ده في البداية البداية بس بنمشي على تضغط على RTE ولا Initial Ref Index Load Panel نحطها على وضعية الكولد اند دارك والطيارة هتقفل نفسها بنفسها قريب. المهم حاجة غريبة جدا، ما تفهم الطيارة كلها بتكون مقفلة، انت ما عليك الا تمشي تفتح الباتري، الباتري تمشي على اون، ترجع تاني واحدة تكون ضاغطة لحد ما ترجع على اون تاني بتعمل ستارت للاي بي يو. وبهذا نحن نقوم شنو ننتظر الاي بي يو لحد ما يشتغل، ولا ممكن الواحد يدخل الكهرباء بتاعت ممكن الواحد يدخل الكهرباء بتاعت بتاع بتاعت ال اي بي يو تيل فور تيك اوف برفورمانس. اني هو طيب طيب نحن الآن الطيارة شغالة اي بي يو رانينج، ونحن نجي على اساس نحن نجي على اساس ندور الطيارة، نرجع فوق الاي ار اس طبعا اون سلوب دور باور نعمل له اون ونشوف الطيارة دي كيف ضابط. نجي من فوق هنا هيدروليك نفتحه ويندو هيت، بعد ما نعمل بوش باور توينج ما محتاج له، شبكة كعبة المطر الصوت الفيول، بعد ما نحن نعمل شنو قبل ما نعمل ستارت للانجن نفتح البيكون ناف اللوجو والوينج، بعدين الباكس نفتحها بعد ما نعمل ستارت للانجن. طيب هاي بسيطة جدا، نجي يا معلمي نعمل ايدنت هنا و بوزيشن ايدنت، المفترض يكون جي بي اس بوزيشن بتاع نفس الحكاية، المهم ضابطة. نجي هنا على هنا، نحن لا طائرين من العزيزة في اي ام سي ل كي يو لا كي اس هنا سودانير 2 و 3. من هنا الروتس كومباني روت بتجيبه من مش الاف ام سي التاني، خش على الانيشال ريف بتاع اندكس، من اندكس تمشي للفلايت بلان، انت اوريدي بتكون خطيتك من ملف الفلايت بلان من السيم بريف او من اي محل تاني، ممكن تدخل اللي هنا تصلك الروت طوال. الديباتشر النهاردة حيكون من رانوي 15، الديباتشر حيكون رانوي 15. هاجي هنا
at departure runway 15. دلوقتي نحن نشوف runway 15 ده وين. طيب runway 15 عندنا هنا يا باشا، نجي على الديباتشر، يبقى شغلنا عملناه ونمشي على الروت، نعمل اللي هو اكتيفيت. بعد ده نجي على الليجز، نشوف الليجات دي كده تمام. يلا وبالك الكلام ده، نحن نضبط الفيول بتاعنا عشان نجينا حسابات ممتازة. نجي على الفيول والبيلود، نجي على البيلود، مفترض انه يكون ما اقدر اشيل اي بضاعة. نجي على الفيول، الفيول ليلى سيلبري في مدينة، او نمشي المانجر. تمام كده نحنا ضبطنا موضوع بالبتاع. فنحنا نجي على اساس يعني هم نضبط الروت بمعنى الديباتش حيكون 15 زي ما قلنا. عملنا الروت، نجي على ال RTE. ايوه طيارة الليلة عاملة حركات كثيرة جدا. نحن نجي على Thrust Limitation، كل حاجة مظبوطة. تعمل تيك اوف هنا، الثرست ممكن تخليه الهناية 5، الكوست السي جي هنا كده تمام. الويت بوزيشن 15، ثرست ليميتيشن تمام. غريبة انه طيب الحين نقوم شنو كروزنج التيتيود بتاعنا الليلة حيكون 390 390 390. الكوست اندكس خليه 25، والريزيرف طبعا حيكون طن. ستيب كلايم حوالي حيكون 2000، نخليه 390 احسن. اكسكيوت ثاني تيك اوف تمام. التمبريتشر ما محتاج لها كثير اللي هنا، ثرست ليميتيشن تمام، تيك اوف تمام تمام. احنا كده وي ار ريدي فور بوش باك اند ستارت. ما علينا الا ما قالوا نفتح الفيول بامبس والنافيجيشن ديسبلاي. نجي هنا على 390 الناف وفي ناف، والتوتراتل طبعا مهم جدا. وبعد ذلك تجي تعمل البوش. عمل البوش تقوم تعمل ستارت انجن 2. عمل 20 وقوم تدخل له الباور ان
Starting in one. Starting in one. لحد ما نتبع 20 تمام تمام نوقف البوش باركينج بريك اون تمام انجن ستارتد باك 1 وباك 2 يمكن نقفل اوتو بايلوت الاي بي يو كده ندخل الويندو هيت ناخد مور التاكسي و بس تاني ما في حاجة تاني تيك اوف باس بعد ده فلابس طبعا لازم تخد فلابس 5 زي ما انت حطيتها في الاف ام سي وهنا ار تي او بس كده وشكرا لكم ان شاء الله فيديو تاني فيديو جاني هيكون عن 747-400 BMPG ترقبوا الفيديو داك طبعا سبسكرايب ولايك واي حاجه من الخرابيط اللي بتحصل تحت دي يلا السلام عليكم تعالوا وبركاته.